تخيلنا في شيء اسمه الطب التلطيفي، وهو تخصص فرعي معتمد من الطب اللي احنا نعرفه، والكويت هي واحدة من أول الدول استخدمت هذا التخصص في الرعاية. هذه أسماء بعض الأفراد والجهات اللي ساهموا في بناء هذا المكان المبني على التبرعات. أي طفل داخل الكويت مهما كان عرقه أو جنسه، هالمكان هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. بعد ما عشنا في هذا المكان وياهم، نطير من الكويت إلى أوروبا في البوسنة والهرسك. الغرض من تصميم البيت إنه يجذب الأطفال ويختلف عن بيئة المستشفى العلاجية. خل أقول لكم شيء، هذا المشروع أو هالمكان يذكرني في بيت عبدالله بالكويت، الكونسبت مال بيت عبدالله. البيت مفتوح 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع. أكثر من 250 أسرة استخدمت هذا البيت حتى يوم تصويرنا.